كنطلبوا من الجماهير الفريق ما تجبدوش تسمحوا لي عليه شي جي نطيح من الفرقه. شنو نقول لك هادشي اللي قدر الله ما شاء الله. مشاكل قبال حتى واحد ما عنده اليد في الدراري، حتى واحد ما عنده اليد في هادشي. كتشوفوا في كاع لي ماتش كنديروا داكشي اللي علينا قسم الله، داكشي اللي تنقدروا عليه كنديروا. اخويا هادشي ما عرفناش مش عندنا ما عند الله. يعني السي محمد مصدق، بالنسبه للجماهير اللي كتهم بعض اللاعبين، يعني شنو هي الرساله ديالك للجماهير بخصوص هذا الثقيل والقال؟ كتشوف كل ماتش كاين روح قتاليه كنبغيو نربحو، يا اما يظلمنا الحكام يا اما يظلمنا الكره في نفس الوقت. يا نطلب منهم هما يسمحوا لينا، سمحوا لنا بزاف. انا كنطلب السماحه من جميع الجماهير بالنيابه على اللاعبين